بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم طلابنا الأعزاء في المحاضرة الثانية من محاضرات النقد الأدبي القديم، وهي بعنوان المحاولات النقدية في القرن الثالث الهجري. تحاول هذه المحاضرة أن تغطي حركة النقد في القرن الثالث الهجري، ابتداء بالناشي الأكبر ومفهومه للشعري، ومن ثم أثر فرقة المعتزلة في حركة النقد، ومن ثم تأثر النقد بالوقفة ضد الشعوبية، ومن ثم مناقشة أبرز المحاولات النقدية في القرن الثالث الهجري التي تمثلت في الاهتمام بإبراز المعاني المشتركة بين الشعراء والنقد الضمني وإعادة صياغة النظريات القديمة، فضلا عن النظرة التوفيقية التي تتجسد فكرتها في عدم التعصب للقديم، بالإضافة إلى مناقشة جهود الأسماء البارزة في إطار تلك الأفكار كأبي عباس المبرد والجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز. من الأهداف التي يؤمل أن يحققها أو يصل إليها الطالب في نهاية المحاضرة أن يتعرف الطالب إلى إبراز المحاولات النقدية في هذا القرن، أن يدرك الطالب جوهر كل محاولة فكرية وفكرتها الرئيسية. العنوان الأول هو الناشي الأكبر أبو العباس، المتوفى سنة 293 للهجرة. كان هذا الناقد شاعرا متكلما نحويا عرضيا، نظم قصيدة طويلة في هذه العلوم يبلغ طولها 4000 بيت. وما كنا لنعلم شيئا عن مشاركات هذا الرجل النقدية لولا أن رواها لنا أبو حيان التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر، حيث تتمثل أبرز إسهامات الناشي الأكبر النقدية أولا في تعريفه للشعر، إذ يشير تعريفه للشعر أولا إلى طبيعة الشعر من حيث أنه مقيد بإيقاع، ولهذا فهو يتطلب براعة خاصة، فهو يشير هنا إلى عامل الوزن، كما يشير هنا إلى ما يحققه الشعر من مهمات، أي ما هي الوظيفة التي يؤديها الشعر، فهو يشير هنا إلى أن الشعر هو وسيلة الشاعر إلى استفتاح المغلق، بمعنى التعبير عن المكنونات اللفس التي قد يعجز الآخرون عن التعبير عنها، وهو عون للكاتب المترسل، إذن يفيد منه أيضا الكاتب المترسل، الكاتب الذي يكتب النثر يفيد منه أيضا من خلال إدراج بعض أبيات الشعر في شعره. والشعر أيضا في نظره هو سبيل للاعتذار، تقديم الاعتذار، وموطن للتمثل، أي موطن للتشبيه وإبراز الشواهد النحوية واللغوية، وهو يشير هنا إلى ماذا؟ إلى أن الشعر ممكن أن يوظف في علوم النحو والعلوم اللغوية الأخرى. يشير أيضا في آرائه النقدية إلى موضوعات الشعر التي تنحصر في نظره، موضوعات الشعر تنحصر في نظره في كل من الوقوف عند الأطلال وبكاء الزمن الماضي وشكوى الفراق والاشتياق أو اعتذار عن زلة أو حظ على الأخذ بالثار أو تعداد للمكارم أو تعظيم للبطولة أو عتاب لمحب أو غير ذلك. العنوان المهم التالي وهو أثر فرقة المعتزلة في حركة النقد. والمعتزلة كما نعلم جميعا هم إحدى الحركات أو الفرق الإسلامية التي عرفت في هذه الفترة، وكان ظهورها على إثر النقاش الذي دار حول مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة والحديث عن القدر، وقد عرفوا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وذلك من خلال اعتزال شيخ مواصل بن عطاء هذه الحركة بسبب الخلاف كما قلنا على مسألة القول بالمنزلة بين المنزلتين. والمهم هنا أن المعتزلة قد اندفعوا إلى البحث في المقاييس البلاغية والنقدية لسببين، أولهما أن البلاغة عنصر هام في الإقناع، فالإقناع هو غاية الجدل الكلامي، والجدل الكلامي هو أهم الموضوعات عند المعتزلة، ولذلك كان بعض علماء المعتزلة يسمون معلمي البلاغة كما كان سفسطائيو اليونان يسمون بهذا الاسم. وثاني سببين هو إيمان المعتزل أن الشعر مصدر من مصادر المعرفة ووعاء لها، فالمعتزلة كما نعرف يركزون على الجانب العقلي في تفكيرهم، وذلك لكون المعرفة وعاء يتيح لدارسيه مجال من المعارف في كل من الحيوان مثلا والأنواء والنباتات والأشربة إلى غير ذلك من النقاط. من أبرز أعلام فرقة المعتزلة بشر بن المعتبر صاحب الصحيفة المشهورة التي رواها لنا الجاحظ في كتابه البيان التبيين، والتي أشار فيها بشير بن المعتمر إلى مجموعة من النقاط، من أبرزها ضرورة تنبه الأديب إلى الأوقات واللحظات الملائمة لنظم الشعر والابتعاد عن غيره من الأوقات التي قد يعاني فيها الأديب الكدر والاستكراه، فهناك أوقات تناسب الإنسان لقول الشعر من أوقات أخرى قد لا تناسبه.
ثانيا الملائمة بين اللفظ والمعنى، فالمعنى الكريم يحتاج لفظا كريما. إذن هنا يشير بشير المعتمر إلى ضرورة أن يكون اللفظ مناسبا للمعنى، كذلك أشار إلى ضرورة الملائمة بين المعنى والمستمعين، فلكل طبقة كلام ولكل حالة مقام، مع ضرورة التنبيه هنا إلى أن صحيفة بشير بن معتمر تعكس جزءا كبيرا من الأفكار التي وردت في الصحيفة التي تسمى الصحيفة الهندية، وهي نص ترجم عن الثقافة الهندية حوى مجموعة من النصائح للشعراء. فصحيفة بشير بن معتمر هي انعكاس لتلك الصحيفة، وقد كان للحركة الاعتزالية أثر في الحركة النقدية في عدد من الجوانب أو في عدد من الشخصيات التي أثرت فيها الحركة النقدية. فقد تحدث ابن قتيبة عن مبادئ صحيفة بشير بن معتمر والصحيفة الهندية من حديث حول اللفظ والمعنى ومراعاة نفسية السامعين وضرورة التنبؤ للأوقات المناسبة لقول الشعر، وقد حلل ابن قتيبة هذه المبادئ وناقشها وبسطها. كما أخذ المبرد مفهوماته عن الاستعانة والتشبيه والإيماء من المدرسة الاعتزالية ومبادئها البلاغية، كما أقبل ابن معتز على بيان الجاحظ فاستخرج منه صحيفة في البديع واستعار مصطلحه من المذهب الكلامي، ومن المعروف أن الجاحظ من أبرز أعلام المعتزلة. العنوان التالي هو تأثر النقد بالوقفة ضد الشعوبية. الشعوبية هي تلك الحركة القومية العربية التي نشأت كردة فعل على حركة المد الثقافية الحضارية الفارسية على الثقافة العربية. إذن كانت المسألة مسألة نزاع ما بين الحركتين القوميتين والحركتين الثقافيتين، لذلك فقد حاز نقد الشعر اهتماما بالغا فيها، لأن الشعر في تصور المدافعين عن العرب هو تراث عربي خالص، وليس هناك ما يشبه لدى الأمم الأخرى ولا شيء عارضا. تمثلت انعكاساته في الوقفة ضد الشعوبية في كل من النقاط التالية. مثلا إيمان الجاحظ بالصلة بين الشعر والعرق العربي كما سيمر بنا. اثنين، الاتجاه نحو القول بالإعجاز في النظم لكي يتميز القرآن عن كتب الحكمة الفارسية وأشباهها. إذن هنا صراع ما بين الثقافة الفارسية والثقافة العربية. وكذلك كان تمسك هؤلاء العلماء بالمصطلح البدوي في النقد كمصطلح الفحولة مثلا، والمصطلحات العرضية الأخرى كالوتد وغيرها من المصطلحات. ثم تمسكهم بالطريقة التقليدية في بناء القصيدة كالوقوف على الأطلال وذكر المحبوبة والنسيب إلى غير ذلك من مستلزمات الحياة البدوية التي تخص العرب تحديدا، وذلك كله كان دفاعا عن الموروث العربي ضد الشعوبية. من المحاولات النقدية البارزة في القرن الثالث الهجري، واحد، الاهتمام بإبراز المعاني المشتركة بين الشعراء. هذا الاهتمام الذي أدى إلى تتبع السرقات، هذا الموضوع الذي سيكون من أكثر القضايا التي سيشغل بها النقد في قادم الأيام، وقد كان ذلك كله بتأثير من الفكر الاعتزالي ولا سيما الإنشغال بقضية المعنى. ومن أبرز الكتب التي تحدثت في هذا الإطار كتاب سرقات الشعراء لابن السكيت، وكتاب إغارة كثير على الشعراء لزبير بن بكار، وكتاب سرقات البحتري من أبي تمام، وكتاب سرقات الشعراء لأحمد بن أبي طيفور. ثانيا، النقد الضمني. هذه الظاهرة التي جاءت نتيجة تحيز بعدد من الشعراء إلى الشعر القديم وإعراضهم عن الشعر الحديث، لذلك فقد مال بعض الشعراء أو النقاد عفوا إلى اختيار مجموعات من المختارات الشعرية، وذلك بأن يقوم كاتب ما بانتقاء قصائد لشاعر معين أو شعراء معينين تحت عنوان معين أو مسمى معين ويضعها في مخطوط. طبعا الأسس التي تقوم عليها ليست واضحة، وإنما تقوم في الأبرز أو الأغلب على إعجاب هذا الناقد للأشعار التي جمعها، وهو ما يسمى هنا بالنقد الضمني، بمعنى أن إعجابه بهذه الأبيات هو نقد ضمني لهذه الأبيات. فهذا الشخص لم يميز هذه المجموعة من القصائد إلا لأنها وافقت ذوقه النقدي، فتكون بذلك قد نالت إعجابه. من الكتب التي ألفت في هذا الإطار كتاب البارع، وهو اختيار للشعر بعض الشعراء المحدثين لأبي عبد الله هارون بن علي، وكتاب الروضة للمبرد
ويدخل في هذا الإطار أيضا كتاب حماسة أبي تمام وحماسة البحتري، وكتاب اختيار المنظوم والمنثور لابن ضيفور الذي اتخذ عدد من المعايير في اختياره للقصائد، منها اشتمال القصيدة على معان كثيرة لا مثيل لها، وانفرادها بالوزن والعروض، وانفراده بمحاسن لم تجئ في غيرها، وإطلاقها خاتمة بليغة. القضية الثالثة هي إعادة صياغة النظريات القديمة. كانت جهود النقاد السابقة متعلقة بالبيت المفرد، وإن تعدته فإنما تتعده لاستبانة صفة عامة في طبيعة الشعر كاللين أو الفحولة، فكانت تلك الأحكام قاصرة عن الوفاء بحاجة النقد، فهي لا تستطيع أن تفسر القصيدة ولا أن تميز بين المستويات المختلفة في ضروب الفنون الشعرية من غزل ومدح وهجاء. وبرغم نقاط ضعف تلك الفترة، فقد ظل عدد من النقاد مخلصين للموروث النقدي الذي ورثوه عن أسلافهم، فقاموا بتطوير تلك النظريات التي ورثوها عنهم. ومن أبرز المحاولات في هذا الإطار محاولة الناقد محمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة 232 للهجرة. وابن سلام الجمحي هو أول من نص على ضرورة استقلال النقد الأدبي، حيث أفرد الناقد بضرورة بدور خاص، وذلك بأن جعل نقد الشعر والحكم عليه صناعة يتقنها أهل العلم بها تماما، كناقد الدرهم والدينار يعرف صحيحهما من زائفهما، فكان بذلك يرد على من يتطاولون على صناعة النقد من معاصره ممن لا يتقنونها، فيكون ابن سلام بذلك قد نقل الخصومة بين الشعر والقديم والحديث إلى تمييز الناقد البصير من الناقد غير البصير، فانصب اهتمام بذلك على تربية القدرة على الحكم لتمييز الأصيل من الدخيل في هذا الميدان بين قوسين موضوع الذوق الأدبي. كما أنه نبه على قضية الانتحال في الشعر القديم، حيث أشار إلى أن بعض القبائل استقلت شعر شعرائها في الجاهلية وصدر الإسلام فأخذت تتزيد منه، كما أنه اتهم حماداً الراوية بنحر الشعري، واتهم ابن إسحاق الذي سبق ابن هشام في كتابة السيرة النبوية، اتهم ابن إسحاق بأنه كان يحمل كل غث منه دون تمييز الجيد من الرديء، وهو أيضاً صاحب فكرة الطبقات التي جسدها في كتابه طبقات فحول الشعراء، وذلك حين قسم شعراء الجاهلية وصدر الإسلام إلى طبقات، فجعل شعر الجاهلية في 10 طبقات كل طبقة فيها 4 شعراء، ثم أتبعهم بذكر 3 طبقات أخرى هي طبقات أصحاب المراتب وطبقة شعراء القرى العربية وطبقة شعراء اليهود، ثم جعل شعراء الإسلام في 10 طبقات أخرى حتى نهاية العصر الأموي. أما الأسر التي قسم عليها الشعراء إلى طبقات فهي أولا الفحولة، وهو مصطلح مستمد كما مر بنا من الأصمعي. ثانيا تقارب أصحاب كل طبقة في أشعاره من حيث العناصر الفنية والبيئة والجنس. ثالثا عدد القصائد، من دون أن يبين ابن سلام عددا محددا يميز فيه بين الشعراء تماما كما فعل سابقه الأصمعي في هذا الإطار الذي لم يميز عدد القصائد التي تطلبها في عد الشاعر فحلا من غيره. ثم القضية التالية التي أشار إليها محمد بن سلام الجمحي هي المفاضلة بين الشاعرين. كانت هذه الفكرة موجودة فيما سبق، ولكن أصولها بسيطة وساذجة تتجسد في إعجاب أحد المتذوقين بشعر شاعر وتفضيله على شاعر آخر. أما في هذا القرن فقد اتسع الحديث في هذا الإطار، ووضعت فيه رسائل مهمة من مثل رسالة أبي أحمد يحيى بن علي المنجم التي فاضل فيها بين الشاعرين العباس بن الأحنف والعتابي، ففضل الأول منهم على الآخر، وقد جاء تفضيله للشعر العباس على أساس أن شعره مطبوع في حين أن الشعر العتابي متكلف، وقد تجسد الطبع ولد العباس في الصفات التالية في شعره: السهولة والعذوبة والمائية والرقة والحلاوة، وأصداده في هذه الصفات هي صفات التكلف. ثم القضية التالية وهي النظرة التوفيقية، وهي تتلخص في عدم التعصب لا للقديم من الشعر ولا للحديث، وقد كانت هذه الفكرة بمثابة ردة فعل على الصراع الذي نشأ بين المتعصبين للشعر القديم من جهة والشعر الحديث من جهة أخرى. ومن أبرز النقاد الذين تبنوا النظر التوفيقية أبو العباس المبرد، الذي سار إلى تبني الشعر المحدث منه ومنحه شيئا كثيرا من عطفه، وقد اعتمده أصلا من أصوله في تدريس طلابه،
لا سيما في كتابيه الكامل والفاضل، فضلا عنه وخصص كتابه الروضي بكامله لأشعار المحدثين، وهذه اللفتات ساهمت بقوة في رفع أسهم شعر المحدثين بإزاء شعر القدماء. ثم يأتي بعد ذلك عمرو بن بحر الجاحظ، وقد كان الجاحظ من أبرز من أوتي العلم والذكاء والشخصية المتفردة، وكانت له بعض الإسهامات النقدية البسيطة والوقفات واللمحات القصيرة التي وردت في كتابي البيان والتبيين والحيوان، فقد كان أولا توفيقي النظرة، فلم يفضل القديم على الحديث ولا الحديث على القديم، كما أنه أشار إلى بعض المصطلحات النقدية المهمة من مثل مصطلح الغريزة، وهو مصطلح الغريزة يعني الطبع المواتي للشعر، والبلد أي البيئة التي يعيش فيها الشاعر، والعرق أي الصلة الدموية. هذه المصطلحات الثلاث تؤثر في نظم الشعر في نظر الجاحظ، وتسهم في تمييز جيد الشعر من رديئه. ثم أنه قد أشار إلى قضية مهمة، وهي أن المعاني مطروحة في الطريق، بمعنى أن العبرة والبلاغة في الكلام منوط بجودة الألفاظ، وإنما المعاني ليست بتلك الأهمية. هذه القضية التي ستكون مهمة فيما سيلي من الأيام. ثم يأتي بعد ذلك أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة، الذي كان من أبرز من انحاز إلى الطرف العربي في الدفاع عن الموروث والثقافة العربية ضد الشعوبية، الأمر الذي أدى به إلى وضع عدد من المؤلفات التي أراد بها إبراز ما لدى العرب من مآثر. ذلك فقد منح الجاحظ في هذا الاتجاه في عد الشعر مصدرا للمعرفة، فوضع كتابا في الأنواء والأشربة والخيل، فضلا عن كتبه أدب الكاتب وعيون الأخبار والمعارف والشعر والشعراء. ومن أبرز الآراء التي أشار إليها ابن قتيبة هنا نظرته التوفيقية في النقد بعدم تعصبه للشعر القديم على الشعر الحديث. ثم أنه أضاء النقطة التالية، وهي قضية اللفظ والمعنى، العلاقة بين اللفظ والمعنى، فقد قسم اللفظ إلى أربعة ضروب: اللفظ القديم، لفظ جيد ومعنى جيد، ولفظ جيد ومعنى رديء، لفظ رديء ومعنى جيد، رابعا لفظ رديء ومعنى رديء. فالمسألة في نظره هي مسألة صلة بين اللفظ والمعنى. إذن هنا يشير إلى أهمية كل من اللفظ والمعنى، بعكس ما كان يذهب إليه الجاحظ من تفضيل اللفظ على المعنى كما مر بنا، كما كان له حديث عن المفاضلة بين الشعراء، ثم أن حديثه عن الطبع قد قاده إلى الحديث عن الحالات النفسية، فقد أشار هنا إلى عدد من الحالات النفسية لقول الشعر، وثم أشار إلى العلاقة بين الشاعر والزمن ومراعاة الحالة النفسية للشاعر. ثم يأتي أخيرا أبو عبد الله أبو العباس ابن المعتز، الذي أشار إلى في كتاب طبقات الشعراء إلى بعض الآراء النقدية من مثل قوله: ومما يستحسن في الشعر أن كان كل حسنا. وهذا البيت كان أقرت الشعراء قاطبة أنه لا يكون وراءه حسن ولا جودة معنى. وفي أغلب الظن أن هذه الصفة ناشئة عند ابن المعتز، وهي كونه ناقد تأثري ناشئة إلى أنه تعود إلى أنه كان في منزلة اجتماعية تمثل دور رعاية للشعر، وقد ترجم في كتبه لعدد من شعراء العرب القدماء. ثم أنه أشار في النهاية إلى موضوع البديع، وقسم البديع إلى خمسة أنواع: الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد إعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي. نختم هذه المحاضرة بالإشارة لبعض الأنشطة التي يكلف بها الطلاب، من مثل كتابة تقرير عن أثر فرقة المعتزلة في حركة النقد العربي القديم، وكتابة تقرير عن تأثر حركة النقد القديم بالوقفة ضد الشعوبية. من الأسئلة التي وردت سؤال أول: ضع إشارة صح وخطأ إمام العبارة التالية: واحد، المعتزلة هي إحدى الفرق الإسلامية التي ظهرت أيام الخلفاء الراشدين، وكان ظهورها على أثر النقاش في مسائل عقدية. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن ظهرت في العصر الأموي. الصحيفة الهندية نص مترجم عن الثقافة الهندية حوى مجموعة من نصائح الشعراء، هذه العبارة صحيحة أيضا. السؤال الثاني: صل بخط بين عنوان الكتاب واسم مؤلفه، مثلا كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي وعيون الأخبار لابن قتيبة. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.